بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات، إذا نلتقي مجددا في الفيديو الأول في التربية الإسلامية. انتقيت لكم مجموعة من التمارين البسيطة راح نبدأ بها بحول الله، ثم ماذا؟ ثم نعمل شوية نماذج بماذا؟ بالسندات. إذا ماذا لدينا؟ لدينا استظهار صورة العاديات، ولدينا هنا يحفظوها شفهي، ثم ماذا؟ الحفظ الشفهي لصورة العاديات، ثم ماذا؟ تحفظ كتابة وقراءة، لأنهم راحين يعطيو لهم الفراغات. لدينا أيضا شرح الجدول كامل في الصفحة 44، المفردات يحفظ كامل، لهنا ننتقل لهم فقط العاديات وضبحا، لكن هما يحفظوا هذاك الجدول كامل. لدينا هنا الحقيقة راح نخلي التلاميذ أخواتي يجاوبوا بحدهم لأنه بسيط جدا. ضع صحيح وخطأ. هنا عندنا رتب، لدينا رتب بوضع واحد الرقم 1 إلى 8 أمام كل جملة لنحصل على أفعال صلاة مرتبة. عندنا السجود، استقبال القبلة، ثم قول الله أكبر، عندنا الرفع من الركوع، عندنا الجلوس للتشهد، عندنا قراءة سورة الفاتحة وشيء من القرآن، التسليم، الركوع، الرفع من السجود. هنا أكيد البداية راح تكون باستقبال القبلة وقول الله أكبر، والنهاية راح تكون بالتسليم، وبينها هذه راح نعاودوا اخواتي النماذج، ما تخافوش، فقط خليوا الاولاد يبداو وحدهم. هنا عندنا اربط كل عباره بما يناسبها، هنا عندنا بعض العبارات وانا نربط هذه العبارات داله على انه الصديق صديق سوء او صديق صالح. هنا فقط يعق والديه بمعنى يعصي، يعصي والدي. هنا يأخذ بيدي إلى المسجد يعني يعلمني، والله نتساعد في الذهاب إلى المسجد. المساجد الثلاث المفضلة في الإسلام، هذا دائما الحق يعاد هذا السؤال، اللي هنا راني جاوبت مباشرة به ما يغلطوش فقط التلاميذ. المسجد الحرام بمكة المكرمة، المسجد الأقصى بفلسطين، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الكثير يخلطوا بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. الآن من أداب المسجد، هذه كل تلميذ يكتب وش يحفظ وش كتب له المعلم من في الكراس، عفوا في الخلاص الكراس. مثلا لدينا هنا النظافة، لبس الثوب النظيف، التعطر، البسملة عند الدخول إلى المسجد. المهم يكتب التلميذ وش كتب له، وش موجود في الخلاصة. عندنا اللي هنا إكمال الجدول، هنا مقارنة بسيطة لماذا بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. عندنا هنا في السر والجهر، صلاة الظهر كيف نصليها، سرا أم جهرا؟ صلاة الجمعة كيف نصليها، سرا أم جهرا؟ عدد الركعات، صلاة الظهر كم ركعة وعدد الجمعة كم ركعة؟ هنا تؤدى في المسجد فقط، هنا لازم يركزوا، هنا لا بأس، هنا صلاة الظهر يمكن نؤديها بالبيت ويمكن نؤديها في المسجد، صلاة الجمعة تؤدى في ماذا؟ في المسجد فقط. أخواتي هذه بداية فقط للمراجعة التربية الإسلامية، لأنه فيها الكثير من الدروس، مازال الصلاة، مازال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الكثير الحقيقة من الدروس في التربية الإسلامية راح نشوفوها في نماذج أخرى. هذه البداية، نقول لكم في رعاية الله نلتقي إن شاء الله.